كنت ان صاحبتي ومامتها واحده كمان مش عارفاها هي مين بتضفر لي شعري، وانا كنت زعلانه وخايفه وهما بيضفروه، بس مش عارفه اقول لهم سيبوا شعري. عايزه بس اعرف تضفير الشعر ده ايه. هستاذنك قبل ما نقوله، حاضر دي هوبه هنقوله لك حالا حاضر، بس نشوف الاول ايه. اتفضلي يا ايه. الو، ايوه ايه، اهلا اهلا بيك، عايزه اكلم صفيه صيدليه. حلو، اتفضلي يا حبيبتي. اهلا اهلا بيكي. اهلا. انا حلمت برسول الله، حلمت ان انا ماشيه في الشارع وقالوا رسول الله في الجامعه. الله. وبعد كده حلمت اللي هو يعني في واحد بيقول انا ببيع اكل رسول الله، فحلمت ان هو انا معيش فلوس اني اشتري، ولابسه طرحه كده بشراشيب سودا، فهو راح قاطعلي الشراشيب السودا واعطاني الاكل، اعطاني طبقين، طبق كبير وطبق صغير. وانا داخله الجامعه فقابلت جارنا، فقال لي شكلك الاكل ده شكله حلو، فاخد مني الطبق الصغير. فقال له ايه رسول الله بيقول لكم حط الاكل على السلالم. فانا اول ما شفته متجسس، يعني نور نازل. بعد كده شفته لا تجري عشان احط الاكل على السلالم. اول بعد كده اتجسد، يعني بقى بني ادم. وبعد كده اتجسد نازل، حطيت الاكل على السلم. جاي ينزل ياخد الاكل من على السلم، راح انا بمد ايدي عشان اديله الطبق، فما رضاش ياخده مني. بس انا شفته، ما شفتش وشه، شفت جسمه. بقول لك ايه؟ ايه؟ اركني لي على جنب كده وسيبي لي رقمك، لان ده فيه سر رهيب ما ينفعش اقوله قدام العوام. دي حاجه تخصك انت، خساره اضيع لك الموضوع ده. فسيبي لي رقمك في الكنترول. طب لو سمحتي. استاذنك؟ اركني وهاتي رخصك. هدير خدي لنا الرقم بتاع ايه بعد اذنك. طيب معانا احمد من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. بقول لك بعد اذنك، انا مره شفت، عارف حضرتك تنظيم المقابر بتاع الرسول؟